منذ عامين لا تذوق عائلة أحمد شرف النوم إلا ما ندر. صدمات نفسية وعصبية أصابتهم، وذكريات مؤلمة يذرفون لها الكثير من الدمع بعد فقدانهم أربعة من أفراد عائلتهم في غارة جوية استهدفت منزلهم هنا بصنعاء، فباتت حياتهم جحيما لم يذوقوا فيها طعم السعادة يوما. قلبي كل يوم يتقطع على أولادي، كل يوم واني أبكي على أولادي، يعني شعور النفسية تعبانة جدا. تخيل كنا سبعة في البيت بلحظة ساروا. الاكتئاب الشديد والقلق والرهاب والانهيار العصبي حالات نفسية كثيرة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في اليمن. أغلب الحالات اللي نستقبلها في الأيام طبعا أغلبها الشيزو اللي هم عندهم فصام، اكتئاب، هوس، ثنائي القطب كمان. وأغلب هذه الحالات أساسا اللي تجينا المستشفى أغلبها من اللي هي من الحروب، اللي هي من الأوضاع الاقتصادية اللي احنا الآن نمر في بعض الأيام. بحسب مؤسسة التنمية فإن أعداد المرضى النفسيين في اليمن ارتفعت بنسبة تصل إلى 20% جراء الحرب وانهيار الوضع الاقتصادي، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية والنفسية لدى الكثير من السكان في البلاد. زادت الحالات الأمراض النفسية بنسبة ما يقارب 100%. يعني المرضى في الرقود في العام الماضي حوالي 1500 الرقود غير المترددين على العيادات وعلى دعم مركز الدعم النفسي. نحو 6 ملايين شخص تعرضوا لاضطرابات نفسية وعصبية وفق دراسة لمؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، والأعداد في تزايد مستمر باستمرار الحرب. كثير من الحالات التي تعرضت لصدمات نفسية تصل إلى هذا المشفى. القصف الجوي والنزوح المستمر وفقدان الأهل والأقارب كانت أسباباً للأمراض النفسية. قليلون هم من حالفهم الحظ ليتلقوا العلاج هنا في ظل انهيار الوضع الصحي في البلاد. نبيل اليوسفي، العربي، من مستشفى الأمل للطب النفسي، صنعاء.